يركب على ظهري. عقولة المثل اذبحي له الكلب من اول يوم. 120 كيلو الله وكيلك وما حدا ايش يعني. healthy is sexy. لازم كمان يكون في بالبيت هيك بلكونه كبيره كبيره. ما عم تخليني نام هيدي اللي زير عينا بين فخاضي. تيك تاك تيك تاك تيك تاك. اميرة اوكي اوكي هي المسرحية عبارة عن انفجار لخمس براكين. كل امرأة من هودي النساء الخمسة عندها قفص بدها تكسره، وهي كرمال هيك المسرحية بتكسر كل الأنماط يلي نحنا حاجزين حالنا فيها أو مجتمعنا وتقاليدنا حاجزتنا فيها. وهدفها الأساسي إنه نقدر نقول على صوت عالي كل الأشياء اللي منخاف نقولهم أو يلي بخوفونا نقولهم، وكمان هدفها إنه نقاوم من خلال القول، من خلال الفعل، من خلال حقنا بالوجود وحقنا بالكرامة. بيرميني على بطني مثل شي كلبة وبفوته وبكب فيه وبنام. بتعرفي اني بغسل حالي بالديتول بس يخلص؟ بالديتول لانه ميكروب وبدي شيله من شواتي تفاح. اذا بتسمع كلمه مستفزه على المسرح بتشوفها اكبر، بس هي بالحياه بتقولها بكتير سهوله. اذا نحنا منفوت على البرايفت فونز تبع الناس او منقعد بقعدات فيك تكب ديني مع حدا، بتعرف انه هاي الجمل الجريئه الانسان العادي بيقولها بحياته اليوميه بدون ما ينتبه، بس على طول المسرح مثل المكب يعني المي المي, المي شو بيقولوا الميكروسكوب مكبر، بتشوف الاشياء على طول اكبر، فلهيك رح تتقبلها انه اف. دكتوره شي مره جربت تلبس النقاب؟ بدافعوا عنها بس لمواضيع عن مودة فاشل ونصهم اذا مش اكثر حكيم بيصير معهم سكتة قلبية سكتة قلبية اذا عرفوا انه حدا من اولادهم هيك. انا بدور المثلية عم بجرب احكي عن حب يعني كتير حساس وكتير حقيقي بيجمع بنتين مع بعضهم البعض، وبحكي كمان عن كيف المجتمع هالقد ممكن يكون ظالم وقاسي بحق الحب اللي هو نعمة يعني أجمل شيء، لأنه تخيل تكون عايش ما مش قادر تحب. تي دون تلان بوشار تعيد حكي لك ايه طلعت شو هيدا الفيل اللي حاطينه حدي ريحته بتقلوما ودي لك قرش ودي لك قرش رجلك من تقلك مظلومة. أنا بسرق الهوى السرقة بسرقه وبستحي من حالي.